تعتبر اشجار التين البرشومي من انواع اشجار الفاكهه التي تتحمل الظروف البيئيه الصعبه الا انها تتعرض للاصابه بالعديد من الافات من بينها ذبابه التين التي تهاجم الثمار وتتسبب في تساقطها وانخفاض كميه المحصول فضلا عن انخفاض قيمته التسويقيه انا بزرع تين بقالي عشر سنين وعاوز اعرف حل للذبابه دي لانها هي مبهدلانا يعني, يعني وعاوز اعرف حل ايه احنا موجودين في مزرعه تين باليوب بطنان آه مزارع فيها بيشكو من مشكله ان عنده ذبابه والذبابه ماثره على المحصول بتاعه وهو بيقول الطريقه ايه والحل ايه احنا برضو جايين نوعي المزارع ونوعي اخواتنا المزارعين على مستوى الجمهوريه ان الذبابه فعلا من افات الحشريه اللي بتؤذي الثمار واتكلمنا عنها كتير وهنتكلم كتير ودايما ننادي ونناشد اخواتنا المزارعين بالتوصيات السليمة أهم حاجة نعمل إيه عشان نتلاشى هذه الزبابة وقطرة العوائل الموجودة في الغيط الواحد بتقط... بتخلي الزبابة مستمرة إحنا طبعا بنقول له ما تقطرش عوائل عندك العائل اللي تزرع تين يبقى التين هو زرع تين وبعد منه جوافة يبقى دي كثرة عوائل موجودة في المنطقة يبقى نركز ونعمل اتجاهاتنا اه... الصحيحة الحشايش ما تكونش موجودة بنجمع الثمار وبنقول له المزارع اجمع الثمار وادفنها ضروره تدفنها ما ترميهاش في الرشاح لان النبتة في الرشاح بت بتتكاثر تاني ودوره حياتها قصيره جدا حوالي من شهر بترجع تاني وتحط بيض وتصيب الثمار فدي نمره واحد جمع الثمار ودفنها مهم جدا مهم جدا ان انا الثمار اول باول اجمعها اللي واقعه وادفنها المهم قوي ان انا اعمل مصايد يا جماعة احنا عاوزين نشتغل شغل حيوي شغل بقى نسيبنا من شغل المبيدات الحشرية لان الثمرة موجودة معايا اهي ان صابت ان رشيت حشري او مبيد النهاردة هاكل تاني يوم منها التين يبقى هيأثر على صحة الانسان فاحنا بنناشد اخواتنا المزارعين ان ما استخدمش المبيدات الحشريه الا للضروره هو شر لابد منه اه ولكن في استخدام الحيوي وبنناشد جميع الشركات اللي بتشتغل في الحيوي تنشط الحيوي وتشتغل في الحيوي لان الحيوي والزراعه النظيفه هي امل مصر اللي بيحب مصر يشتغل في الحاجات الحيويه لان الحيوي مهم جدا وجودنا المصايد الحيويه موجوده المصايد 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 ممكن الفدان ياخد له ممكن نجمع الذباب الموجود في المنطقه وبعدين نبدا نشوف ايه مشكله الذبابه الذبابه المزو... ب... بعض مبيدات حيويه جدا اللي بتشتغل على الذبابه نعمل الرش الجزئي يا جماعه كمان الرش الجزئي اقدر ان انا عملت مصياده ولقيت في عندي ذبابه كتير ابدا اشتغل بالرش الجزء الرش الجزء عباره عن ايه ماده جز الماده, جزء المادة اللي هي الجذبه الغذائيه مع نص لتر مبيدات على الرشاشه اللي هي ال 20 لتر ميه وارش الخشب بتاع ال 100 سم الخشب في بتاع الشجره 100 سنتي ل 150 سم من المبيد من المحلول المتكون بحيث ما جيش على الثمار خالص الحشره هتيجي على المنطقه دي هتموت على طول او اعمل حزم قاتله حزم قاتله ليه ننساها يا جماعه خيش وابلله بالمادة الجذب الماده الغذائيه الجذبه دي مع الماده القاتله مع المبيد القاتل واعلق على في المناطق بتاعتي المناطق اللي هي احس ان جايه من عند الجيران او الحدود والف ضغيط كويس بالحزم القاتله بالتالي اقضي على الذبابه اقضي على ذبابه نهائي والمشكله مش انا بس اللي عالج ومش مشكله ان انا انا التوعيه تبقى جامعه وشامله الجيران كلها وكل محصول ان انا اعمل حسابي ان اعمل مصايد المصايد اللي عن طريق اللي هي الزجاجه الزجاجه وبحط فيها الماده الغذائيه موجوده ومتوفره اذا كان الزراعه شغاله او غير الزراعه شغال ان هي متوفرة عند الشركات اللي بتشتغل بالحيوي وزراعة نظيفة، ده حاجة جميلة جدا ومن احنا ما نحب الشركة اللي تقف في ايدها ايد المزارع ولا المصلحة اللي تقف في ايد المزارع عشان تقلل الفائد بتاعه من المحصول بتاعه وياخد محصول احنا عاوزين ومحصول خالي من المبيدات، احنا ما بنشجعش المبيدات، احنا عاوزين نقول يا جماعة هنشتغل بالمصايد وبالرش الجزئي وبالزراعة الحيوية لأن الزراعة الحيوية هي أمل بلدنا ومستقبل بلدنا هنقلل من الزراعة الحيوية هنقلل الفائد من الإنتاج هنزود الإنتاج وبالتالي الغذاء التين أو الفاكهة أو الجوافة أو البرتقال هيطلع سليم خالي من ما متبقيات هنفتح له باب تصدير في الخارج كده بكده نبدأ نحرك الزراعة وتنشط الزراعة ويعود عائد علينا وعلى المستهلك المستهلك لما ياكل حاجه ما تاثرش عليه وبالتالي ما يبقى صحته الانسان لما صحته كامله يقدر يشتغل ويقدر يفكر ويقدر يعطي لبلدنا الحبيبه أنا بناشد خدنا مزارعين الذبابة سهلة جدا، ألم السائط، أعمل المصايد، المصايد ذبابة فيها جاذب غذائي، الجاذب الغذائي بيجمع لي الذباب وبخرمها بخرم مناسب ومعروف، وبيخش الذبابة عن طريق الخرم ده من نتيجة الغذاء ريحة الغذاء بتاعته، هتنزل هينزل تموت خلاص انتهت. أنا بشوف بغير الكلام ده كل 15 يوم بمشي على مزرعتي كل 15 اكتر يوم اشوف جيت جو ايه لقيت الاصابه كتيرة وفي اصابه اعمل الرش الجزئي الرش الجزئي زي ما انا قلته كده اللتر ونص جاذب غذائي مع النص لتر مبيدات مبيدات وارخص مبيدات وسهله جدا واحطه على على الرشاشه ال 20 لتر الرشاشه تعمل لي الرشاشه تعمل فدان ارض فدان يعني حاجه ما تكلفش جدا بس كل 10 ايام اشتغل اعمل الرشه ديت اعمل الجزء الحزم القا... قاتله واعلقها على حوالين الغيط بحيث ان الذبابه اللي جايه من الجيران برضه تقع تموت وبالتالي كده بنقضي على الذبابه بطريقه سليمه خاليه من الرش المبيدات وما أعرضش للزرع بتاعي للمبيدات لان التعرض للمبيدات بيؤدي الى حاجات امراض واحنا بنخشى على المستهلك وبنخشى على المزارع وعاوزين نزود دخل المزارع فاحنا بنقول لاخواتنا المزارعين اتباع التوصيات مهم جدا وفي نهايه الغيط ما جمع المحصول بتاعي وخلصت المحصول بتاعي بدي ري غزيره بحيث لو في اي اثار للذبابه بيموت وري غزيره وعزقه جائره وري غزيره ليه؟ عشان لو عامله حطه بيض لو عامله اي حاجه في الارض يبقى انا بخلص عليها نهائي للموسم الجاي يبقى الغيط بتاعي نظيف وبالتالي برضه الحشائش اقضي على حشايشي وما اخليش في الغيط حشائش من أهم الإجراءات التي ينبغي على المزارع القيام بها عند مكافحة الذبابة في محصول التين البرشومي جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالحشرة في أكياس بلاستيك والتخلص منها بالطريقة السليمة حتى لا تعاود الحشرة دورة حياتها وتستمر في التكاثر وتتزايد أعدادها لتمثل خطرًا محدقًا بالمحاصيل. كما ينبغي استخدام المصائد وفي حال اللجوء الى المكافحه الكيميائيه يجب على المزارع الالتزام بتطبيق التوصيات الفنيه لضمان نجاح المكافحه وضمان سلامه المحصول